اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا جدا في عالم طب الاسنان. خلي بالكم ان احنا بنعمل حاجات كتيره غلط في طب الاسنان. الحاجات دي من شانها انها تدمر سناننا ومطنشين. احنا بندمر سنان كلنا، كبير وصغير، غني وفقير، امكانياته والغلابه والوسط كله والطبقه المتوسطه، كله بيبوظ سنان. والظاهر ان احنا جينيا كده برضو المصريين شويه جيناتهم في حكايه السنان، نتيجه ان الكالسيوم عندنا بعافيه شويه، ما تفهمش الفيتامين دي عندنا في مشاكل ليه، ده دي حكايه محتاجه دراسه برضو. لكن في حاجات كثيره بنعملها، يعني مثلا احنا دايما بنتعرض الى خبطات عنيفه في الاسنان، اما من اكل عنيف. اكل عنيف يعني ايه؟ حضرتك بتلاقي ناس كتير قوي بتاكل، طبعا في رياضات كتيره بتعمل، ودايما احنا بنلعب او بنتحرك من غير واقيات، يعني في المصانع في العمال في بتاع مفيش واقي للوش، فعلى طول حاجه بتخبط في بقك. لو بيشتغل في مثلا بيشيل في البنا، بيشتغل في مصنع بلاستيك، بيشتغل في محل حديد، في حاجات ممكن تخبط في وشه، المفروض في واقي يحمي الوش ككل، مفيش. في ناس بتلعب رياضه من غير واقيات بشكل كويس في الملاكمه، فبيتعرضوا لمشاكل في اسنانهم. الحاجه الثانيه بقى، البنات الاطفال يعني الصغيرين اللي بيحصل لهم رضاعه او بيرضعوا قبل النوم، دي في منتهى الخطوره. الصغيرين لازم ما يرضعوش قبل النوم، لان ده بيضر اسنانهم، لان بيضر الاسنان اللي ما يكتملش نموها. حاجه الثانيه بقى المهمه قوي، عرس الاستحلام. طلعت مشكله عرس الاستحلام دي فيها سكر هي بتريح الحلق وبتاع، لكن بتضر السنان. الحلويات اللي فيها لبان، تاكل الحلويات وفي اخرها لبان، لقوا انها بتسبب مشاكل في الاسنان بشكل كبير جدا. المشروبات الرياضيه اللي هي بقى الحاجات اللي ايه، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، والله انا جوعت لما شفتها. المشروبات الرياضيه، الناس بقى اللي بتمسك قلم الرصاص وتقعد تمضغ فيه، الله يخرب عقولهم. القلم الرصاص اي حد معاه قلم رصاص في ايده هتلاقيه ماسكه بيمضغ فيه، بنت او ولد، ما تعرفش ايه اللي في قلم الرصاص اتراكتيف يا اخي للمضغ، فبيضر بسنانه. شرب القهوه كتير على فكره بقى، الناس اللي مش بتسمع كلامي وبتشرب نبيت، نبيت احمر، النبيذ الاحمر، وفي ناس بتشيع بينها وبين بعض انه ما تطلعوش الصوره دي حرام، يعني انا اطلع صورتها ده حرام في حد ذاته، الله يخرب عقله. والناس يقول لك ايه يا عم ده نبيت، اشرب اشرب، حرام كحول، مش فيك حل، يبقى حرام يا باشا. حاجة تانية برضو يعني جايبينها للوحدة، النبيت الابيض، يا سلام، اضافة عظيمة جدا، متشكرين قوي. النهارده لقاء مثمر جدا وممتع اكيد مع ضيفتي العزيزة هيا بتسريني باسلوبها الرائع جدا وبعملها المتقن، عندها حرص شديد جدا، وده من الاشياء اللي انا بلاحظها فيها على الاتقان، الاتقان في كل نقاط العمل، يعني ده مهم قوي، حرص الطرح العلمي المتنوع كمان متميز جدا عن ضيفتي العزيزه المبدعه دائما واحده من الستارز المتميزين في عالم طب الاسنان، الاستاذه الدكتوره اسراء السعيد. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك يا دكتور ايمن، منوراني. ربنا يخليك، ده نورك. ليه دايما الناس اللي عندها قلم رصاص بتعض فيه؟ جربت تعض وانت صغير؟ انا لا، ما يبقاش انا طالما مسكت قلم رصاص. لا، في طعم سكر كده على فكره، في طعم سكر. هو قلم الرصاص عموما ممتع في مسكته، يعني القلم الرصاص غير اي قلم تاني. والله هم مساكين، في حاجه بتشد في القلم. انت عارف انا لازم على مكتبي يبقى فيه قلم رصاص، انا بحب القلم الرصاص والقلم الخط العربي، دول هم. هو جميل في الخط بتاعه. الرصاص يعني انا من ايام القلم الرصاص والبريه، انا من ايام القلم الرصاص والبريه، انا بحب اجيبه واقعد. لا يا باشا، ده ولاد الناس يا باشا كانوا بيجيبوا بريه، احنا كنا الناس المقتدره، احنا ناس الغلاب، فالغلابه كنا بنجيب موس. جميل والله، احساس حلو قوي انت تعمل بالموس كده، بس كنت بجيب ولازم يكون حريف. لا انا كنت بجيب بالرايه صراحه. مش من ايام السنون والحاجات اللي طالعه جديده دي. انا لما كنا مثلا نحضر حاجه درس، بناخد درس مع حد كده يعني زي حضرتك يكون شيك شويه، هات البرايه بقى سلف. ايوه تحط بقلامك كلها. منوراني. ميرسي يا دكتور. النهارده انت جايه بحوار عنوانه مهم جدا في التشخيص. ليه بداتي حوارك النهارده بحاجه صعبه علميا والناس ممكن ما تفهمهاش قوي زي التشخيص؟ هو انا لما باجي بحب ان انا اقول لك الاكسبيرينس بتاعتي في فتره معينه. الموضوع دوت اكسبيرينس بتاعتي في فتره طويله، يعني مثلا في 10 سنين 15 سنه الاخاره. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه.
يعني الناس تقول ايه، مش مهم خالص الموضوع التشخيص، انا جاي اعمل الضرس ده حشو، ايه ليه ادخل انا وادفع كشف مع الدكتور لما انا عارف انا عايز اعمل ايه؟ ده مشكله كبيره جدا. المشكله دي بتبدا من الدكتور، بتبدا من المريض، بتبدا من مركز الاشعه، من او الثلاث محاور دول هما مشكله كبيره. المريض اول مشكله ان هو مقتنع ان هو الطبيب نفسه، وهو عارف هو جاي يعمل ايه. زي بالظبط ما انت تبقى عارف ان انت عندك كحه، بتروح للدكتور ليه؟ طب ما تاخد دواء كحه. روحت للدكتور ليه؟ اكيد الدكتور هيضيف لك حاجه انت ما تعرفهاش، اكيد هو عنده اكسبيرينس انف ان هو يعالجك، وان الموضوع دوت ما يقلبش باعمق من الكحه وتدخل في قصص تانيه اكتر منها. بالنسبه لي الدكتور، ان بعض الاطباء مثلا يريح العيان يعمله اللي هو عايزه، لا، انت طلعت من الخطه العلاجيه المتفق عليها لخطه تانيه، ده ما ينفعش، ساعتها لازم نقف ونجيب من الاول خالص. غلط، غلط ان انت تخضع لراي المريض. لا، العنصر الثالث وده المهم، مركز الاشعه. مركز الاشعه ليه بيوافق ان يروح له المريض يقول له انا عايز اعمل اشعه مقطعيه على الضرس ده عشان ازرعه ويقوم عامل له؟ ليه؟ اولا هو بيعمل ايه؟ هو بيجي بسنانه كلها ملخلخه، عنده ضرس واقع، قام راح لمركز اشعه عشان هو متصور هو بيتصرف صح، راح عمل اشعه وجالي بيها، لقيت الضرس اللي جنبه واللي بعده واللي فوق واللي تحته ملخلخين، يبقى انت دلوقتي مصور ضرس واحد اللي هو مش موجود اصلا في بقك. طب اللي قبله واللي بعده مش موجودين معايا اصلا، طب هم اوريدي ملخلخين او فيهم مشكله، هم مش ظاهرين معايا اصلا في الاشعه اللي هو عاملها. طب انا اشخص بناء على ايه؟ طب ما هو كده غلط، انا محتاج ان انا بدل ما انا هزرع ضرس هزرع اتنين او تلاته، عندي اشعه مقطعه تقرا واحد، اللي حواليها اقراه ازاي؟ اقراه بالكم او بالكيلو كده؟ مفيش حاجه اسمها كده، لازم كل حاجه تتقري بالظبط في مكانها. فيجي المريض يقول لك طب ليه كل ده عشان اعمل اشعه جديده؟ لا، انا جايب الاشعه بتاعتي. لا، مفيش حاجه اسمها كده حضرتك، الاشعه تتعمل بعد ما انت تروح للدكتور ويشخصك، مش تروح له وانت معاك الاشعه بتاعته اللي انت مشخصها. التشخيص لازم يبقى منطقي، مش يكون غير منطقي. اكبر غلطه برضو بتقابلني، مشكله انا جايب اشعه مقطعيه، سوري، بانوراما. الحكايه دي على فكره قبل ما تكملي بتحصل في كل التخصصات الطبيه. عندنا مثلا التحاليل، يجي بتحاليل هو مقترحها على نفسه مع اخر حد زار، فيعمل صوره دم ويعمل تحليل بول وتحليل كلى ومثلا مش عارف ايه. طب فين يا ابني تحليل الغده الدرقيه؟ ما انت جاي مشاكل. ما هو دي مشكله، ازاي يعني انا مثلا انا وانا 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 دكتوره انا بنزل اعمل تحاليل كل مثلا 3 شهور 6 شهور زي ما ظروفي بتيجي، الاقي الناس مثلا اللي بيحبوني وعارفين ان انا راح اعمل تحليل يقولوا لي ايه؟ اعملي صوره دم كامله، وظايف كبد، وظايف كلى، مش عارفه ايه، اساسيات. مره خضعت لهذه الفكره، رحت للدكتور قال لي يا فندم لا احنا محتاجين غده درقيه، محتاجين كذا، محتاجين كذا. بقيت انا متكدره جدا، انا لسه هروح واتشك تاني واضيع وقت تاني واستنى نتيجه تاني. طب انا عملت كده ليه؟ انت رايح تعملي ليه انزيمات كبد؟ انت ما عندكيش اي دلاله ان عندك اي مشكله في الكبد. ما اعرفش، هو الناس كلها قالت لي راح المعمل تعملي التحاليل ده. ايوه يعني الفرصه برضو، ده مشوار ورايحينه. لقيت ان طب ما دي نفس، انا كده بفكر بنفس طريقه المريض اللي راح عمل اشعه لنفسه. ما هو ده غلط. ايه اللي بيحصل؟ الاراء الناس اللي بتحبنا، اللي انت رايح فين، طب اعمل كذا وانت بيوجب معاك بالظبط. فالناس بما فيهم انا، مش المفروض ان احنا نعمل كده. لا، انت هتروح للدكتور المتخصص هيقول لك هتعمل اشعه على كذا، انت ونوع الاشعه ايه. فكره ان انا اعمل بانوراما واشتغل بيها ما تنفعش. فكره ان انت تجيب لي، يعني انا كنت في صراع والله مضحك، واحده خبطتها عربيه سنانها اتكسرت، معاها اشعه بانوراما قبل الحادثه. انا ليه بقى اطلب بعد الحادثه؟ ما هو في بانوراما، اهو في بانوراما يا فندم، ما هو جد جديد. قالت لي طب ما انا عارفه ان الجديد ان السنه دي اتكسرت. طب ما هي مش ظاهره عندي في الاشعه. قالت لي بس باينه بالعين، وندخل في كونفرزيشن طويله جدا. ايوه ماشي، طب انا اعرف منين ايه اللي طب حضرتك ايه اللي حصل، والسنه اتكسرت ولا ايه اللي حصل؟ طب سبب اللي فضل ده قد ايه؟ اي تفاصيل؟ ما فيش تفاصيل. فالفكره كلها ازاي انا اصور اشعه قبل المشكله وانا اوفق الاثنين على بعض؟ ما ينفعش. طالما الاشعه من وقت طويل نعدى مثلا الثلاث شهور او
طرق جديد على الفم، الاشعه ديت خلاص ملهاش اي معنى. وبتحصل معايا، يعني تقول لي الضرس دوت تعبني عايز اعمله علاج جذور، ابص ما الاقيش الضرس في الاشعه، يبقى انا بقرا غلط، طب الاسم غلط، طب مركز الاشعه غلط، طب مش عارف ايه، تطلع لا ما انا خلعته ونسيت اقول لك. طب انت سايباني ليه عماله اقرا في الاشعه واكدب عيني؟ هو انا ما بشوفش، ايه اللي حصل؟ طب ازاي؟ وهي مصره قالت لي لا ده انا كنت بفضفض ان كان في هنا ضرس وجعني. ما ينفعش وانس ان الطرق جديد على الفم، الاشعه دي خلاص ارموها، مش لازم رايحين جايين بيها للدكتور نوري له الفيلم بتاعنا. البانوراما فيها مشكله كبيره، البانوراما هي فكره عامه. ما ينفعش ابدا ان انا امشي مع الاشعه البانوراما واشتغل بيها شغل حساس، ولكن البانوراما تنفعني في ايه؟ ان انا بس اعرف ان انت عندك ضرس عقل ولا لا، ضرس العقل الطالع نايم ولا عدل مثلا، عدد الاسنان كام اللي في بقك، كلام بسيط جدا، لكن تفاصيل دقيقه لا. الضرس محشي ولا لا، حاجات كلها يس ونو، بس ما تديش ارقام، يعني العصب ده على بعد قد ايه؟ لا. العظم دوت الكثافه بتاعته قد ايه؟ ما يديش. الحاجات دي كلها حاجات خفيفه، يعني ما تنفعش تطلع الا بالمقطع. يعني مثلا حاله زي كده، الحاله دي جايبه الاشعه دي اللي هي بانوراما، والاشعه فيها زي ما انت شايف يعني هيزيتيشن رهيب في الصوره، ومصر كل الاصرار ان هو ما يعملش اشعه مقطعي. اقيس ايه؟ مفيش اي حاجه عندي. انا بالنسبه لي الحاله دي ما ينفعش تزرع، لان الحاله ديت العصب واقف على الريدج فوق، انا ما عنديش ولا ملي حتى اشتغل فيه. بلس البق ده كله ما فيهوش الا سنه واحده، والمريض محافظ جدا ان السنه دي ما تتخلعش. اي منطق؟ اي منطق؟ كلام مش طبيعي صح؟ او المريض عامل زرعه واحده وبرضه مصر ان هو ما تتخلعش. طب زرعه واحده احمل عليها ايه؟ على فكره انا حاسس الناس مش فاهمه حكايه التحميل دي. موضوع التحميل ده موضوع مهم قوي. يعني وبحس ان في ديفكت عند الناس. عايزين فعلا ان احنا نوضح الموضوع دوت كويس، لان الناس عندها مشكله من السمع، ان هو شايف ان انا زرعت يبقى انا زي بالظبط انت بتحط نخله في الارض او بتزرع جدر بتاع شجره في الارض. هل من المنطق ان انت تزرعها اول ما تزرعها وتقفل عليها كده خلاص تطلع شجره؟ لا. ليه بقى الناس في طب الاسنان شايفه ان انا مجرد ان احط الزرعه المفروض اشوف السنه؟ لا ما ينفعش، لازم الموضوع يتاخد بالراحه، ولازم اقول لك اقدر احمل عليها بعد قد ايه، والتحميل نوعه ايه. هل انا بحمل زيركون؟ الزيركون ده على فكره ماده تقيله، عشان بس الناس مش متصوره. الناس لازم تفهم ان في تقيلة. تشابه جدا. الناس هتستغرب من التشبيه بتاعي ده، لان انا مهتم بالفيلد اللي انا اكلمك عنه ده، بين الزراعه بتاعتكم والتحميل على على الزرعه، وبين البنى ان انا اعمل عمود واحمل عليه سقف. بالظبط. على فكره تشابه كبير جدا. واحد يقول لي ايه اللي جاب السقف للعمود؟ ايوه ماشي، ما هي نسبه وتناسب. هي نفس القصه. هي نسبه وتناسب. هي نفس القصه. على فكره ازاي حاجه طريه او زي ما انت بتصب عمود ترفع عليه سقف في نفس الوقت؟ بالظبط. مش المفروض تدي الحاجه وقتها؟ طبعا. علشان بالبلدي يقول لك تنشف او تمسك نفسها، الاسمنت تشك، وات ايفر الكلمه ايه. احنا بقى بالنسبه لنا العظم يلم على الزرعه، يعني يتحد معاها، يعني يبقى الزرعه والعظم قطعه واحده. الكلام دوت ليه مش مقتنعين انه لازم ياخد وقته؟ ليه مثلا المريض يجي يقول انا عايز ازرع؟ طيب انا اقرا الاشعه بتاعته اكتشف ان هو عايز يرفع القاع الانف، عايز اضافه عظم، عايز تكثيف للعظم، عايز استبعاد عصب، عايز حاجات كتير قوي، عايز شغل كتير قوي قوي قوي، واطلع بستنه في نفس اليوم. مين اللي قال كده؟ ما هو انت عندك حاجه عشان اسمها روج اعلانيا زراعه اليوم الواحد اعلانيا. الحكايه دي مشيت كاعلان. ما هو القصه كلها الاعلان مش غلطان، اعلان مش هو اعلان. هو قال زراعه اليوم الواحد، ما قالش زراعه وتحميل في يوم واحد. النية كانت كده، هي فهموا الناس كده. عارف انت بيقول لك في عرض مثلا 9 جنيه 99 قرش. ما قالش ليه. عجبه يعني الاصل. هي على فكره 10 جنيه يعني. لا هو الترويج الاعلاني ده
انا شايفه ان هو اذى الناس واذى الدكاتره، لان احنا طول النهار قاعدين نشرح ما فيش كده، في حاجه اسمها سكسس ريت، في حاجه اسمها ان انت كده بتزود الفيلير بتاعك، في حاجه اسمها انت ما اديتش فرصه للزرعه دي انها تتحد مع العظم كويس، انت ما عملتش اي حاجه تساعد الجسم ان هو يقبلها. الحاجات دي في منتهى الاهميه. الكلام ده كله بيصب في كلمه ايه؟ في كلمه التشخيص السليم اللي انا عماله اتكلم فيه. تشخيص يعني ايه؟ تشخيص يعني دكتور خبرة يعني أشعة. الاثنين دول هم اللي هيدوك التشخيص السليم. ايه الميزة بتاعت المقطعية على البرنامج؟ الدقة. دقة. الدقة، يعني أنت مثلا في أبسط حاجة عايزين نتكلم عن ضرس العقل. أبسط حاجة دي من العمليات البسيطة جدا ضرس العقل. طيب ضرس العقل عايز تشيله. حواليه عظم قد إيه؟ مايل ولا عدل؟ دي ممكن تجيبها من البانوراما. بس ما يقدرش يقول لك اقرب عصب على بعد قد ايه ممكن وانا بشيله نخبط حاجه. تسمع كتير يقول لك بعد ما خلعت الضرس العقل بقي منمل، خدي منمل، شفتي منمله، وات ايفر العصب اللي اتخبط ايه. انا لما دخلت العمليه اتكسر الضرس من الدكتور وحصل وحصل وحصل. طيب الكلام دوت ليه؟ لان احنا ما قريناش الاشعه كويس. ودي على فكره انا ما تعلمتهاش بسهوله، يعني انا قعدت سنين على ما وصلت ان لا انا هعمل اشعه مقطعيه وانا بخلع ضرس العقل عشان انا مش عايزه مشاكل. ليه؟ 100 حاله مثلا اشتغلتها حصلت مشكله في حاله، الحاله دي تاثر فيها جدا جدا. ما احبش انا اطلع حاجه فيها مشكله. انا احب الدقه الشديده. فقلت لا، الحاله ديت بدل ما هي ما تنيمنيش الليل وتجيب لي اكتئاب، لا انا همشي ان الناس كلها تعمل اشعه مقطعي. من ساعه ما بقيت ممشيه الرول حتى على خلع ضرس العقل، الحمد لله النتائج 100%. ما فيش حاجه اسمها مفاجاه. انا ببقى عارفه، يعني هي مش الاشعه المقطعيه بعدت العصب، بس خلاص انا ببقى عارفه حصل كذا. هيجي الدكتور الجراح قبل ما يدخل العمليه، حضرتك هتعمل كذا، هتلاقي كذا، هتستخدم الادوات الفلانيه، 10 دقائق تديني ضن. انا بوجه اللي قدامي بناء على خبرتي انا. لازم هتديني الكيس متسلمه بالطريقه الفلانيه، ده احسن حاجه. لدرجه ان ممكن من كتر ما انا بحدد البلان بتاعه الدكتور والتكنيك اللي هيشتغل بيه، فعلا ضرس العقل ما ياخدش 10 دقايق يطلع على العيان ويقول لا ده اكيد مش ضرس العقل، خلعته لي حاجه تانية. والله يا فندم هو ضرس العقل. لا والله، طب حضرتك بص في بقك هتلاقي ان هو اللي مختفي. حتى لما تراقب هتلاقي نفسك برضه بس اكيد مش هي ديت الجراحه. والله يا فندم هي ديت الجراحه. لا انا متصور ان في دم ومتصور ان انا هشوف اطلاقا. حضرتك مش القاعده. طب يعني حضرتك عايز توصل لايه؟ ان احنا بقى نتقطع ونعيط وننزل شوف عقلك. وننزل هو متخيل ضرس العقل مش هتلاقي نفسه ننقل دم بقى والحاجات دي. عقله خف. فالتشخيص، التشخيص هو اللي بيسهل كل حاجة وبيعمل حاجة اسمها استمرارية العلاج. بمعنى ايه؟ لو انا قلت لك التشخيص بتاعك تحط 6 زرعات علشان الزرعات دي تقدر تعيش، تأكد ان انا كلامي هيبقى استمراريته احسن. رغم ان ممكن تروح لدكتور تاني يقولك اعمل فاكهة كله على 4 زرعات كفاية. صح؟ ايه الفرق؟ وده هيعيش وده هيعيش. الفرق في الاستمرارية. يعني حالة زي كده، الحالة ديت ما عندهاش سنان خالص. السنان دي انا حطيت الزرعات او الفك ده، حطيت الزرعات بتقسيمه معينه علشان اوصل لشكل معين ووضع معين. رغم ان هو راح لدكتور تاني قال له انت مش محتاج تحط الزرعات دي كلها، انت ممكن تعمل على 3-4 زرعات الفك كله. استمراريه ما ينفعش. نعمل احنا عندنا تكنيك جديد جدا، احدث تكنيك في التحميل على الزرعات اللي هو ايه؟ سكرو ريتيند. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مش عايزه اثر على الزرعات، او مش عايزه اقرب منها، او مش عايزه اي حاجه تحدث طارئه في الحياه تاثر لي على السنان اللي انا عاملاها. اعمل ايه؟ احدث حاجه دلوقتي في طب الاسنان اللي انا بحط التركيبات متصله بالزرعات عن طريق سكرو، يعني عن طريق مسمار. كان زمان ان احنا بنحط التركيبه اللي على الزرعه بسمنت او ب اسمنت، ماده لاصقه، ماده لاصقه، نوع انواع السيمنتيشن يعني. احنا بنحطها بيحصل مع الوقت ان السيمنت دوت بيدوب، او البريدج اللي انت عامله اتكسر، او عندك التهاب شديد في اللثه ومحتاج تشيل التركيبه لاي سبب، عايز تغير لونها. تعمل ايه؟ ما عندكش حل.
هتكسر كل التركيبة وتجيب من الأول وتدخل بقى في صراع ملوش معنى. لكن بص التكنيك دوت، حطينا أماكن متفرقة للسكروز، قدرنا أن إحنا أي وقت عايزين فك السكرو، شيل التركيبة، شوف المشكلة اللي في الليسة إيه، ارجع حطها تاني. عايز تفتح سنانك بعد فترة، عايز تغمق بعد whatever، أنت محتاج تعمل إيه. التكنيك دوت حلو جدا، ليه؟ ضمن لك ان اي حاجه طارئه هتحدث انت هتقدر تتعامل معاها. ضمن لك ان انت لو نفسيتك اتغيرت في اي وقت وعايز تعمل اي تشينج في اسنانك هتقدر. حاجه ثالثه، زودت عدد الزرعات بعد وقت معين وعايز تعمل تركيبه متصله، يعني زودت عدد الزرعات وعايز تزود عدد الاسنان اللي انت مركبها، هنشيل دي نستبعدها من غير ما نكسر وهتترمي. طالما انت هتعمل تركيبه جديده خلاص ما بتقبلش الاضافات، وتعمل واحده جديده. لو هي بقى ماسكه بسيمنت، يعني باي سيمنتيشن، لا ده حضرتك هتقعد بقى تكسر وتقسم وتفرق وتشيل ورزاز في الهواء، ده حاجه حديثه جدا. دي تعرفها ازاي؟ من اول خطوه في التشخيص، من اول يوم بتجيلي بقول لك هنعمل اربع زرعات، هنعمل كذا، هنسوي كذا. لو حضرتك بعدها بفترة احتاجت تزود زرعة زيادة يبقى ديت هتتشال وهنحطها بتركيبة تانية. نقدر ان احنا نفكر، دي اسمها الاستمرارية. مش بنعمل حاجة تستفيد بيها كم شهر وبعد كده الموضوع دوت خلاص خلاص راح منك انتهى. ضيفتي العزيزة المبدعة دائما استاذ دكتور اسراء السعيد، نورتيني واسعدتيني وكالعادة ابدعتي ومتعتينا النهاردة في حوار جميل جدا ومتنوع. والاول مرة النهاردة يعني تفتحي لي قلبك قوي وتكلميني بقى بتفاصيل من مش يعني شويه، احنا قللنا الحالات لكن فتحنا كلام كتير حول الحالات علشان موضوع التشخيص شاغلني جدا. حاسه ان هو مظلوم جدا جدا في طب الاسنان، التشخيص مهم قوي قوي. من اول ما جيتي النهارده وانت بتتكلمي عن التشخيص، التشخيص مهم جدا. انا شخصت لكم الحاله برضه. ايوه متكلموش الا في التاني. بص كل واحد يتكلم في حتته ماشي، حدش يجور على حته صاحبه. طب اللي يشتغل حاجه غير الطب يخليه يشغل فيه، احنا بنشتغل حاجه غير الطب، لا بنشتغل الطب بس، خليكم مع الدكتور، لا خليكم معانا مع الناس الحلوه.